حياكم الله مجددا اعزائي المشاهدين، وفي هذه الاثناء ارحب بضيفي ناقد الحصري والاشكر على تلبيه دعوه البرنامج زميلنا الاعلامي بندر دبيخي. حياك الله ابو عبد العزيز معنا. مسي عليك اخوي محمد وعلى الساده المشاهدين والمشاهدات، واليوم ان شاء الله نقدم حلقه جميله ان شاء الله، ومبارك المنتخبنا الوطني فوزه اليوم على المنتخب الباكستاني. طيب قبل ما نبدأ الجمهور يسأل كيف الويكند معك يا بندر؟ كيف الانتصار الهلال على النصر في على الكأس الغالي في نهاية كأس الغالي؟ شوف أنا وأنا أشاهد هذا النهائي اللي جمع النصر والهلال كنت أتمنى أنها لا تذهب إلى ركلات الترجيح. ليش؟ لأني أعرف دائما حظ الهلال وأن الهلال دائما محظوظ. حظ دائما الهلال محظوظ. ثاني حاجة يعني شفنا كيف كعب النصر كان عالي رغم الطرد، أنت عندك طرد حارس النصر أسبينا وفي وقت يعني بدري جدا ولا تستطيع التسجيل، ورغم النقص يعني العددي للنصر وحارس متأثر النصر، لكن قدر الله ما شاء فعل، أضاع النصر العديد من الفرص. يعني هذه مباراة النهائي أضاعها النصر، أيضا مباراة الديربي أضاع العديد من الفرص. يعني أن القوة الفنية هي للنصر دائما، ودائما أنا أقول كعب النصر وسطوة النصر دائما عالية، لكن قدر الله ما شاء فعل. هارد لك عموما للجماهير النصراوية. بتسع لاعبين يا بندر، تسع لاعبين الهلال. طيب يعني كنت أول تقول 10 لاعبين في العربية وانتصر النصر. الآن إيه؟ بتسعة، متى قادر تقول؟ تسعة متى كان الوقت يا محمد التسعة؟ كان في آخر الوقت. آخر الشوط. لا آخر الشوط الثاني، يعني آخر الوقت خلاص. يعني في آخر عمر المباراة، انتهت المباراة. أنا أتكلم عن الأداء الفني، هذا اللي يتكلم فيه، أداء الفني النصراوي أعلى بكثير من الأداء الهلالي، وما زلت أنا عند كلامي، وهذا دليل كلامي اللي أذكره دائما، الهلال منفوخ إعلاميا، الفريق هذا منفوخ إعلاميا. لا زلت مصر، ما زلت، وهذا حظ الهلال، حظ الهلال في النهاية، حظ الهلال. شوف ركلات الترجيح، شفنا لاعبين نجوم في العالم أضاعوا ركلات الترجيح، هذا أمر طبيعي، قدر الله وما شاء فعل، لم تكتب للنصر، لكن احنا متفائلين. النهائيات تكسب ولا تلعب يا بندر، هذه قاعدة احنا عرفناها في كرة القدم، النهائي ما له دخل بالمستوى، اكسب وخذ الكاس، ما تقوم تتحجج بأشياء، المستوى الفني ما له علاقة. عموما النصر هو الفريق الوحيد هذا الموسم اللي شرف الكرة السعودية وشرف العرب بتحقيقه بطولة كأس الملك سلمان للأندية، بأول نادي سعودي يحقق بطولة خارجية. النصر حقق هذه البطولة الغالية. عموما نتمنى التوفيق للنصر في المرحلة القادمة وفي الرئيس المرشح القادم بنتكلم فيها لكن بالمعلومة من أنك تقول النصر كعب عالي، أنا عندي معلومة بس عن كأس الملك. عندما عاد كأس الملك في 2008 التقى الهلال بالنصر 7 مرات كلها خرج النصر على يد الهلال، في 2009 إقصاء، 2010 إقصاء، 2015 على النهائي فاز الهلال، 2017 ثلاث. إقصاء، 2020 نهائي. 2017؟ إيه هلال والأهلي. أنت متأكد من هالمعلومة؟ 2020 نهائي، 2022 إقصاء، 2024 الهلال ينتصر. أنت متأكد من هالمعلومة؟ وفي كأس الملك؟ هو كأس الملك. كأس الملك سلمان ما كان إقصاء النصر للهلال؟ وبعشرة لاعبين ورغم الأخطاء التحكيمية. العربية. أنا أقصد بطولة الملك. كأس الملك. إيه؟ خليه داخلياً مش. أنت ما تتكلم عن مجمل البطولات. ما ولا تكلمت عن الدوري ولا السوبر ولا تكلمت. اسمعني والهلال أيضاً. طب شايف الإحصائية هذه؟ لا أنا أشك فيها الإحصائية. هذه إحصائية من 2008 كنا طيب حاضرينها. شوف أنا أشوف حتى. يعني الهلال 3 مرات على النهائي قدام النصر يأخذ الكأس. شوف وأنا ما زلت عندي رأي أن الهلال دائما يقصى في بطولة الملك، لما على سبيل المثال الفيحة عندما حقق كأس الملك أمام الهلال، لما نتكلم عن التعاون والهزيمة النكراء التاريخية بحق الهلال بخمسة أهداف. أنا بالنصر ما له علاقة الفيحة. خلا أجيب لك، أنا أسرد لك التاريخ. لا إحنا نتكلم مواجهات الهلال والنصر. طيب خلا أسرد لك التاريخ والهزيمة النكراء التاريخية الكبيرة التي كانت في حق الهلال من التعاون بخمسة أهداف. أيضا في 2003 الطائي أخرج الهلال، نذكرها في حائل.
بثلاثة أهداف مقابل هدف للهلال، وكان يوسف مقياس، وكان يوسف ثنيان مشارك أساسي نجوم الهلال. أنا أتحدث عن مواجهات مباشرة هلال نصر، ما له علاقة بالفرق الثانية. على العموم ألف مبروك للهلاليين، هذا الانتصار حظ أوفر للنصر. نبدأ في أول محاورنا عن المنتخب السعودي. اليوم السعودية قابلت باكستان ضمن طبعا الجولة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. استطاع المنتخب السعودي أن ينتصر بثلاثة أهداف، هدفين في راس البريكان وهدف لمصعب الجوير، وبذلك تأكد تأهل المنتخب إلى التصفيات النهائية لكأس العالم 2027 وكأس آسيا 2027. ألف مبروك لمنتخبنا، ألف مبروك للاعبين، الجهاز الإداري والفني، وبإذن الله يكملون هذه الفرحة في التصفيات الأخيرة والتصفيات النهائية. ومثل ما عودونا أنه تأهل كأس العالم ليس إنجاز، تعودنا عليه، عندنا تجارب سابقة، ولكن بإذن الله نطمع ونطمح إلى التجاوز في كأس العالم إلى أدوار جديدة، أدوار لم نصل إليها. آخر ما وصلنا دور 16 في كأس العالم 94، ولكن في البطولة القادمة بإذن الله طموحنا عالي عنان السماء. لتسليط الضوء على هذه المباراة ينضم معي زميلنا الإعلامي عبد المحسن الجحلان. حياك الله أبو عبد الرحمن معنا في الحصاد الرياضي. الله يمسيكم بالخير ويمسي الأخوة المستمعين، وكل عام وأنتم بخير. أقول شهر الحجة أفضل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعساكم إن شاء الله ممن يبلغ في يوم عرفة وفضلة. آمين. أبو عبد الرحمن، لقاء المنتخب اليوم كيف تشوفه؟ كيف تشوف هذا التأهل؟ عطني أرائك حول هذه المباراة وحول التأهل. طبعا أنت لما تقرأ المباراة دائما المباريات المنتخب هو نتائج أندية، فالمدرب المنتخب السعودي هو يعني لا يعاني من حكاية اللي هو تجهيز اللاعبين من الناحية اللياقية و يعني تأديتهم في كل الجوانب، اللهم في التكتيك قد يكون مختلف بعض الأشياء. اللاعبين الآن اللي اختارهم هم وصلوا إلى مرحلة التوب من الناحية الجاهزية، فهذا انعكس على أداء وعطاء لاعبي المنتخب خلال المباراة. وصلنا إلى عدد من النقاط أنا أعتبره الحمد لله مطمئن، ووصلنا إلى مرحلة الأمان. أنا وجهة نظري في المباراة المقبلة أنه تتغير جميع الأسماء اللي شاركت في المباراة الماضية، ويلعب أيضا الأسماء التي لم تأخذ فرصتها بالشكل المطلوب، لأن الكثير من اللاعبين لنا أرمي لهم هم أيضا لم يأخذوا فرصتهم مع الأندية أنديتهم، ففرصة المباريات المقبلة للمنتخب أنهم يلعبوا ويشاركوا، لأن هذا بيعطي حافز ويعطي أيضا إضافة للمنتخب السعودي أنه أو مدرب المنتخب السعودي أنه عنده أكثر من لاعب جاهز في تلك الخانة. هل نقول المنشيني أبو عبد الرحمن، هل نقول المنشيني توصل إلى التشكيلة الثابتة بالنسبة له والمقنعة له في الفترة القادمة خلاص، يعني بعدها الفترة الطويلة مع المنتخب؟ لا يعني أنت شوف لعب عدة مباريات، يعني الآن المباراة الرسمية اللي لعبها وكسبها تقريبا وكانت النتائج كلها إيجابية ووصل إلى النقطة 13، أكيد هذا خلاص عنده الآن تركيبة من اللاعبين اللي هو يعتمد عليهم ويترجموا الفكر التكتيكي وسط الميدان. المباراة المقبلة أنت في بعض العناصر لا تشارك بشكل مطلوب، لذا خليهم يأخذوا فرصتهم وبنفس الطريقة التكتيكية علشان لا ما يقدر لو صار حاجة لمشاركة لاعب معين ولا يكون جاهز ويعطي بذات يعني الرغبة من المدرب، لأنه لابد أن اللاعب يكون منسجم مع الطريقة. يعني أنا متأكد أنه الطريقة اللي يلعب فيها مانشيني قد تكون أنا بالنسبة لي يمكن تختلف عن كل التكتيك اللي دي يلعب فيه مدرب الفرق، فمن هذا المنطلق لابد أن يعطيهم فرصة ويبدأ المنتخب السعودي عنده وفر من اللاعبين في ظل غيابهم عن مباريات الدوري. طيب هذه مهمة لأن اللاعب لازم يشارك.
أكيد. أشكرك جزيلا زميلنا عبد المحسن الجحلان على هذه المداخلة والحديث حول مواجهة المنتخب أمام منتخب الباكستاني. بندر، فوز منتخبنا أراحنا يعني في الجولات القادمة، وهذا المتوقع. هذا أول شيء مبروك للمنتخب السعودي، هذا الفوز وهذا الانتصار، وهذا المتوقع، والمتوقع تأهل المنتخب السعودي وهذا أمر طبيعي. لكن اللي مش طبيعي هو غياب المنتخب السعودي عن تحقيق البطولات. يعني لما نتكلم آخر بطولة حققها المنتخب السعودي 1996، وآخر بطولة حققها اللي هي كأس آسيا 1984. يعني نتكلم عن سنوات وسنوات المنتخب السعودي غايب عن البطولات. أنا كمشجع وكإعلامي سعودي ما أتمنى أن المنتخب السعودي يحقق بطولة، أتمنى أن سالم الدوسري يرفع ويحقق بطولة اليوم. وجميع زملائه. نعم، وجميع زملائه، بما أنه هو كابتن المنتخب، وبما أن سالم الدوسري هو اللاعب المدعوم. يعني سالم الدوسري مدعوم نعم من الاتحاد السعودي لكرة القدم، رشح لأفضل لاعب في آسيا، وهذا دعم وذكرها الاتحاد السعودي لكرة القدم. ما لها علاقة هذه؟ لا علاقة. أنا أربطها محمد، أنا أربطها هذه، لكن أربطها أن الاتحاد السعودي لكرة القدم رشح الكابتن سالم الدوسري في لاعب أفضل من سالم الدوسري؟ في أفضل. مين؟ عبد الرحمن غريب أفضل. أفضل من الدوسري؟ أفضل من سالم الدوسري. بندر تميم حقق بطولتين مع المنتخب السعودي الأول، سالم الدوسري ما حقق أي بطولة. لا نجيد، حنا كإعلاميين نتمنى البطولات للمنتخب السعودي، اتركونا من النفخ الإعلامي. النفخ الإعلامي ما فات سامي الجابر. النفخ الإعلامي اللي حاصل ما فاد، لم يجدي مع سامي الجابر، وهذا كان التعامل الإعلام الهلالي في فترة من الفترات مع سامي الجابر. ثلاث كأس عالم في سامي الجابر، ومع ذلك إعلامي. نعم، ثلاث مشاركات في كأس العالم وسجل فيها أهداف. أنا أتكلم هذا نفخ إعلامي أربع مرات. أنا أتكلم عن وش المنجزات، وش اللي حققها سامي الجابر مع احترامي. يعني شارك 94، شارك في 98، 2002، بسعود إذا تسمح لي بدون مقاطعة، 2006، أربع مشاركات. هذه ما تشفع لأنه يكون من أفضل اللاعبين. شوف، لو تسمح لي اليوم أنا شاهد منتخبنا، بس ما تقطعني، خليني أسترسل في الموضوع. شوف اليوم في يعني من أمس مقطع متداول للكابتن سالم الدوسري عن تحقيقه حلم الطفل الباكستاني اللي يعني انت دخلت المحور حقنا اللي احنا بنتحدث فيه، بس يلا تفضل. هو المقطع يعني شاهدوا الجميع انه سالم الدوسري يعني يلبي، بس خلنا نبلغ المشاهدين او نعلمهم انه القصه وش هو. انه سالم الدوسري حقق امنيه الطفل الباكستاني بعد ان لبى رغبته في التقاط صوره تذكاريه معه، وانتشر مقطع الطفل الباكستاني واللي يدعى ساجي تمنى خلاله لقاء قائد الأخضر، وهو ما استجاب له سالم بالتنسيق مع إدارة المنتخب. تفضل بندر. شوف، هالمناسبة فيها يعني أشياء يجب أن تذكر. المقطع اللي انتشر سالم الدوسري، الكابتن سالم الدوسري، أنه لبى رغبة طفل باكستاني يبغى تيشيرت سالم أو حلم حياة هذا الطفل بالحصول على تيشيرت سالم. أنا أتذكر أيضا حلم الأسطورة البرازيلي روبرتو كارلوس، عندما كان حلمه أنه يحصل على تيشيرت سامي الجابر، وهذا ما ذكره الصحافة الهلالية وموجود، إن كان حلم الأسطورة البرازيلية روبرتو كارلوس أنه يحصل على تيشيرت سامي الجابر، وهذا ما كانت تتغنى فيه الصحافة الهلالية وموجود، وكان هذا وقتها إعلامنا. أنا أول مرة أسمع هذا الكلام. لا موجودة، وهذا وقتها إعلامنا، لكن المشكلة أنه لم يتطور ولم يتجاوز المرحلة، ويجب حنا نتجاوز هذه المرحلة بكل أمانة. اليوم حتى بعطيك في 2003، وأنا موجودة عندي الإحصائية هذه، وبما أن الشيء بالشيء يذكر والحديث عن سامي الجابر لاعب كويس، لكن الإعلام الهلالي حاول أن ينفخ بسامي الجابر، لكن أضر سامي الجابر مع الأسف. أنا أعطيك أحد الصحف الرسمية هنا عندنا في السعودية، إن كان أنا مش ناسي، في 2002 أو 2003، أظهرت لنا تقرير عن سامي الجابر. إن سامي الجابر يعني إلى حتى إعداد التقرير، إن سامي الجابر
يعني عن أهدافه في الدوري وفي الكاس أنه يمتلك 221 هدف. أنا شاهدت التقرير وقعدت أبحث بالتقرير، وطبعا هذا حقهم، هذا حق الإعلام الهلالي أنه بدوافع الميول، هذا أمر طبيعي. طيب وش فيه الرقم يعني؟ رقم اسمعني هذا حق الإعلام الهلالي بدوافع الميول طبعا، لكن لا يمكن أن يكون على حساب المصداقية. أنا جلست أتابع هذا التقرير، طبعا التقرير كتب فيه أن الجابر سجل مع الفريق 221 هدف، حتى أعداد التقرير اللي كان في 2003 أو 2002 221 هدف، تم بنفس التقرير يعني تفصيل الأهداف. المضحك واللي يدلك على حالة الصحافة في ذلك الوقت إني لما جمعت الأرقام، شفت التقرير لما جمعت الأرقام 221 هدف، هي 104 هي 100 مش 121 مش 221 هدف، كانت 134 هدف، 90 هدف تبخرت. شوف حال ذاك الوقت، حال صح، ترى التقرير موجود وفي صحيفة رسمية. طيب الآن انتقادك على الرقم ولا على الجمع؟ لا لا لا، على الرقم 221. انتقادي على الإعلام الهلالي. الرقم خطأ. الرقم أكبر بكثير. الرقم 134 هدف. أقل من. اسمع. أقل. هم ذكروا في التقرير 221 هدف إجمالي أهداف سامي الجابر. في ذاك الوقت كان في مناسبة لسامي الجابر إنه يعطى أفضل هداء، أفضل يعني كان يعني جائزة عربية. فأعدوا تقرير في صحيفة رسمية أن مجموع أهداف سامي الجابر إلى حتى إعداد هذا التقرير 221 هدف. دخلت التقرير، أتفحص التقرير، الأهداف الموجودة اللي جمعتها 134 فقط، 90 تبخرت. طيب. في السماء. طيب هذا دليل يعني يخالف الحقيقة. وش الحقيقة؟ عطنا الرقم الحقيقي اللي أنت تقوله. الرقم الحقيقي هو 134، يعني هذا يدلك أنه هو الإعلام، هو الإعلام نفسه هو شغال. يعني أنا لما تكلمت عن الكابتن سالم الدوسري، سالم الدوسري كابتن يستحق التقدير والاحترام، لعب خدم يعني خدم المنتخب السعودي وشارك مع المنتخب السعودي لكنه لم يحقق أي بطولة. نفس الحكاية سامي الجابر، كل العملية، لكن لما ترمي كل الثقل كله تختزله في لاعب واحد. لا لا أنا ما اختزله، يعني عندك لعيبة، عندك 25 القائمة. لا 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 قاعد تتكلم عن لاعب واحد. محمد أنا ما اختزله. شوف أنا اللاعب له تجربة، حقق مع نادي بطولات محلية إقليمية قارية، يعني ما في مقارنة بأي لاعب آخر. يعني أنت تتكلم بطولات سالم الوحدة، تدري انه افضل من بعض الانديه بطولاتها مكتمله؟ تدري ولا لا؟ يعني بطولات سالم، انت مثلا زي سلمان بطولاتها مع الهلال 23 تقريبا بطوله، محمد الشلوب 33 بطوله. يا رجل هذه بطولات تحكى انها بعدد بطولات انديه ما وصلت الى الان هذا الارقام. انا اتكلم عن المنتخب، فانت تتكلم على سالم من افضل اللاعبين، تقول لي انه يعني ما يستحق هذا اللقب. انا اتكلم عن المنتخب السعودي، ومحورنا على المنتخب السعودي لما اتكلم مع الهلال. إذا الشلهوب أو سامي الجابر أو سلمى الدوسري أو سلمان الفرج، مع احترامي لهم، حققوا المنجز، هذا مع الهلال. أنا ما يعنينا الهلال، إنجازهم للهلال، أنا أبغى إنجاز مع المنتخب السعودي. إذن فقط. الكلام على جميع اللاعبين. لا، وعلى جميع اللاعبين. طيب. لكن أنا أتكلم عن لاعب مثل سلمى الدوسري، ومثل يعني التيشيرت وما التيشيرت وتحقيق حلم الطفل الباكستاني. طيب أنا سؤالي العريض والجماهير السعودية تسأل. طيب حقق أحلامنا يا سالم، أنت والمجموعة اللي معك، عشان ما تزعل محمد. لا لا أنا ما أزعل، أنا ما أزعل. حققوا أحلامنا. هذا رأيك وأنت تفهم الرأي. حققوا أحلامنا يا كابتن سالم، تحقيق بطولة، خلونا نفرح. ترى التأهل لكأس العالم مش إنجاز. صحيح. وهذا أمر طبيعي. إنك تتأهل في ظل الدعم الكبير اللي. بس هذا عمل إنساني جميل من كابتن منتخب، إنه قاعد يحقق الرغبة الطفل. يعني مهما كان، ترى الأعمال الإنسانية جيدة في هالمجال. الرياضة ليست كرة، الرياضة رسالة سامية للجميع. فمتى ما أسعدنا الناس ببعض هذه التصرفات خارج كرة القدم، بالتأكيد كل الشكر لإدارة المنتخب، للاعب سالم الدوسري. خلنا نأخذها بالمنح الإيجابي. لا لا، شوف أنا أتكلم الشيء بشيء وذكر، وأنا قلت لك كان أيضا حلم، كان حلم الأسطورة البرازيلية روبرتو كارلوس أنه يحصل على تيشيرت سامي الجابر. هذا ما كانت تكتبه الصحافة الهلالية، وهذا حلم. واليوم نشوف أيضا الأحلام واجد ايضا من ضمن، يعني انت لما تحدث يا محمد عن المنتخب السعودي، يجب ان نتحدث بكل صدق بكل امانه. هذا المنتخب انا لما اللي يعنيني ان المنتخب السعودي يحقق بطوله،
مع كامل احترامي للكابتن سالم، سلمان، سامي، عبد الرحمن غريب، أي لاعب في المنتخب السعودي، أنا أتمنى إنجاز يحقق للمنتخب السعودي فقط. حتى اليوم يعني اليوم، حتى اليوم التاريخ جميل جدا يا محمد. اليوم التاريخ إيش رأيك فيه؟ اليوم التاريخ 6/6. طيب. وأنا تذكرت في هذا التاريخ، تذكرت حال الهلاليين، وتذكرت هذا التاريخ اللي كان صدره الإعلام الهلالي، 6/6 الساعة 6 وصول ميسي. وكان هذا التاريخ، وبنوا أحلام الإعلام الهلالي مع الأسف، بنوا أحلام وهمية للجماهير الهلالية في موضوع ميسي وفي موضوع البشوت. اليوم أيضا اللي أشوفه من يعني قبل توقيع مبابي للملكي ريال مدريد، يعني كان البعض منهم يعني يطلب في تغريدة عبر منصة إكس، وكان يوجه الرسالة لخالته عزيزة اللي هي أم مبابي، يقول يا خالته عزيزة نبغى مبابي، يعني من باقي ما طلبته، يعني بكرة أنتم تطلبون محمد صلاح بتقول يا طنط يا أنيسة احنا عاوزين محمد صلاح، يا جماعة والله اكبروا، لا توهوا يعني الإيهام الجماهير الهلالية باللاعبين وبالتوقيع. يعني خلاص ترى الجمهور أصبح واعي وأصبح عنده تفكير وأصبح يتابع. خلونا من خالته عزيزة وخلونا من الاسم. هي متأكد من الاسم؟ خالته مش خالته عزيزة، آسف، خالته فايزة. والله خالته فايزة. فأحد الهلاليين وضع قال بندر يا قال يا خالته فايزة، يعني آسف يعني بندر بعد يوم الجمعة واضح فيه يعني لا 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 لا, لا ما ركز لا لا, لا, لا آسف. هو في أحد الهلاليين وضع طلب في منصة إكس وقال يا يعني يطلب إمبابي، وقال يا خالته فايزة يعني عطيني اياه في ذاك الوقت. وانا يعني تغريده استغربها ان تطلب من خالته فايزه. طيب انت بكره طنطي انيسه وتطلب محمد صلاح، فكونا يا طيب. جماعه الخير. طيب على العموم شوف، اللعيبه العالميين اللي يجون واللي يتم التعاقد معاهم بعض الانديه، ليس هم يعني هم اللي بيحققون للبطولات. في انديه شفنا منهم لعيب عالمي منتخب هذا، ومع ذلك ما قدروا يحققون بطوله. لذلك اسم اللاعب ترى هو مكمل للفريق اللي رايح له فقط، يساعد في تحقيق البطولات. لذلك يعني بعض التعاقدات عندما ما تكون يعني ناجحة أو لم يتم التوصل مع هذا اللاعب إلى اتفاق، ليست تكون هي نهاية المطاف. الهلال خير مثال، يعني راحت عليه صفقات ومع ذلك ما وقف، قاعد يحقق كل بطولات الموسم أمام أندية فيها أشهر لعيبة العالمين. لذلك المقياس هذا، ونشوف بعضهم المشجعين في مواقع التواصل الاجتماعي عند خسارة أي تعاقد يعني يخيل لك أنه هذه خسارة كبرى ولا نحقق البطولات. أبداً، هذا ليس مقياس نهائي. إذا تسمح لي محمد، هي الفرق ببيئتها، بنيتها، بإدارتها، عبارة عن بيئة كاملة. أنت تتحدث على لاعبين، إدارة فنية، إدارة أيضا تقود هذا النادي، فكر بينهم. متى ما يعني صار هناك توافق صار هناك الوصول إلى هذه الأهداف. محمد بدر على العجالة، إذا تسمح لي، هو تصدير مثل هذه الأخبار عبر المواقع يعني عبر المواقع الاجتماعية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعني بحقيقة هي لإيهام الجماهير الرياضية. أنت تعشم اليوم الجمهور في لاعب مثلا في ميسي أو مبابي، الحمد لله. يعني إحنا عندنا اليوم في دولة